خويا العزيز هاي توجب يبان هبا كلنا هنا في برشلونة وراك هبا قول راك هاد البلاصة توقف فيها هبا كون سما اخطر بلاصة اخطر بلاصة اما كلا مغربية لا وجدية لا جزيرية لا عمارية لهنا ضربك بديجي طالي كوديوك هم ساغرام كودين هم ساكن بديه بالكحلة والكراك الناس راهي خدايخة راهم خدامين عند كلاب يعني ينقي الكلب هنا هنا في هذه البلاد راهم خدامين عند كلب ينقي الكلب ويسكن يعيش معاه في الدار ويدير له كوار طبة طلعت فوق وجهه انت تكون خدام تبان لك يا خو 120,000 اورو انت في المغرب انت في المغرب يا خو مقودة ما ديالوش ويودي ريح في البلاد وشرب بالصاروخ والبيضة نقصوها لكم داروا لكم مليون شموا البيضة وريحوا عاقلين وريحوا عاقل ما تجيش الغربة. السلام عليكم متابعين قناة هرمانوس من برشلونة كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. أول حاجة قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا بغيت نشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم للفيديو اللي حطيناه البارح فعلا مع مده طويله غبرنا عليكم ومع ذلك التفاعل ديالكم كنشكركم بزاف وما بقينا والو ان شاء الله باش نوصلوا ل 100K ونحتفلوا بدرع ال 100K ان شاء الله مجموعين. فلهذا متتبعينا الكرام جبنا لكم واحد الفيديو ديال معاناه يعني المغاربه والجزائريين هنا في اوروبا. الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد يعني واحد القصه ديال واحد الشاب جزائري بغيت بلا ما نحرق لكم المراحل غادي تشوفوه في الفيديو بغيت كاينه واحد النقطه اللي مهمه خصنا نقولها لكم في هذا الفيديو ولكن غنخلي الياس هو اللي غادي يقولها لكم ان شاء الله. الحاجه الجديده اللي كاينه في هذا الفيديو او في القناه ديالنا ابتداء من اليوم هو انه هذا الفيديو هذا ما صورتوش لكم انا او لا صوروا لكم الاخ رضا اللحيه الفيديو غيصوروا لكم الاخ ديالنا الثالث عندنا اخ ديالنا الثالث ان شاء الله هو اللي صور الفيديو هذا ويبقى يبان معنا في فيديوهات مقبله ان شاء الله. متابعين ارمانوس ان بارسلونا اضطرينا باش نكبروا الجروب ديالنا لهذا زدنا الاخ ديالنا بوركي ما بقيناش قادرين نصوروا هاد الحالات يعني حيت بزاف يعني يوميا كيتصلوا ناس يوميا كيبغيو الناس نصوروا معاهم ما كنقدروش بوركي عندنا عمل ديالنا الخاص فلهذا اليوم ان شاء الله ولينا ثلاثه بينا وخليكم تعرفوا على الاخ ديالنا اللي غادي يصور في هذا الفيديو اللي مطلوب منكم تشجعوه بوركي اول فيديو عنده لايكات وتشجيعات ديالكم التعليق زوينه وما تنساوش تشاركوا في القناه. وشنو وشنو هربنا من الحبس حنايا هربنا الحبس بزاف ماشي هربنا يوشاشي ماشي ضربنا زعما قضيه زعما لهنايا زعما هالقضيه لهنايا الانسان اللي يجيب عليها في الحبس في البلاد عامين يعني يجيب عليها اربع شهور شي سي تنتقراو مع الانسان انت ما شتاش فهمتيني تنتقراو مع الانسان فهمتيني تنتقراو مع الانسان هكا ولي ما يخليكش يبريزك على بالو بلي مش حتعيش 200 سنه في البلاد يغلط 50 غرام يعطيلو يامين 2 سنين اباك ستادير كواز 2 سنين اباك تبني اوبونر تريب اوبونر تريب اوبونر تريب اوبونر اسمح لي دقيقه محمد انا شوفي شوف اخويا انا شو تيكلورو تخوني بالحبس في البلاد انا خدمت يا اخو 7 سنين جواجن داخل خارج داخل خارج خرجت بان تريب لي انا ما نزيدش نقعد في هاد العداله هادي العداله ما نزيدش ريح فيها ماشي زعما ماشي زعما انا نقول لك العداله اللي سالوا لي يسالوا لي لي كاين دايزر ولا دوك تاع الساعقه ولا غير تاعهم تينا يدوك الحبس يعشوك عامين قدامنا هادشي هذا فين فين هادشي في البلاد هادشي في البلاد هادشي في البلاد بصح كي جيتي هنايا كيفاش انا كي جيت انا الحمد لله خويا الحمد لله الحمد لله خويا العزيز مدبالي خويا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على بالك باش الحمد لله كيش نفهمك فهمني باش الحمد لله الحمد لله غالب ما كاينش ما نخدموش خويا عندك خويا ماشي غير الحمد لله في هادي خويا باش الحمد لله خويا لبسو غير انا باين بلي لبسو غير الماركه كاش غير الحرام قلت فهمتها له هادي كاش غير الحرام فهمت تعب الحلال تسيب الحلال يعني كاين كاين اللي كيقلب على بلاصه تسيب الخدمه خويا العزيز الناس راهي خدايخه راهم خدامين عند كلاب يعني بغيت ينقي الكلب هنا هنا في هذه البلاد راهم خدامين عند كلب وين هذا ينقي الكلب ويسكن يعيش معاه في الدار ويدير له كوار طبه طلعت فوق وجهه يعني كاين طريق ديال الخدمه وكاين طريق ديال الدروب والله ما كانش اللي يقول لك ما كانش اللي يقول لك يا وسمك تجي انت اكل حق انت ما شاء الله انسان طيب في وجهك انا اروح للدروقه انا يعني خلصك وما تروحش للدروقه ولا سي فري ولا با عندك الصح سي فري عندك الصح العزيز هادو كاع جايين بنين من البلاد يضربوا في البلاد كيلحقوا لهنا زيد يلحق يشوف ما يشوف يشوف مجتمع
ما يقدرش تنتقرا معاه. انا عايش في فرنسا، عايش في باريس، انا ضارب قريب من دو ميساس. حتى في فرنسا كاين هذا. فرنسا سي شو الا انا حبيبي. فرنسا ما كاينش كيعرف فرنسا. لا سي شو الا انا. شكون اللي كثر فرنسا ولا هنا في فرنسا؟ اسمح لي هنا. لا حنا يا اخو ما كاينش دور من هنا. هادو ما ماشي راسي سمي. هادو ما كورا ما. هادي اسمع اسمعني. المغرب والجزائر. هادي هي المعيشة. اسمع وين تروح؟ كيف كاين؟ وين تروح؟ انا 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 سبع سنين وانا هنايا. انا ما نكذبش عليك، هاد الناس هادو لي سبان ما يحقروش. ناس ملاح. ما يحقروش. ما ماشي ما يحقروش. ما جيتي ما نكذب عليك. ما يحقروش. ما نكذبش عليك. اخترتي طريق الدروكة. صاحبي راه عندي عندي 30 واحد. اخترت طريق الدروكة. 30 كوسة واقعة. 30 دروكة ويقول لك وفروا إلى الله. وفروا إلى الله. أنا كون ما نلتق في حاجة نتفكر هاد الآية نروح نتوضى ندوش نصلي غدوة ما عندي لا مونك لا سيدي زكري. ما عندي لا مونك لا سيدي زكري لا والو. والريح ندور عادي ونورمال ونقلبها وحاجة وحدة أخرى ونقلبها حاجة وحدة أخرى. بصح الإنسان اللي يكون عنده ذاك البوفوار أو جاي كره حياته ما قدرش كاع واش يخدم كاع الخدمات كاع هاد ويا انا نقول لك اضعف حاشا وحاشا السامعين حنا مستلمين يخدموا عند كلب. كلب يحطولك في الدار. يحطولك في الدار. اسمح لي اخوي يحطولك في الدار توكل وتشربوا تدي عليك وارض تدي عليك كذا ما يخرجوكش يا اخو. هنا يا اسبانيا والبلاد سي باغي كيف لارجون سي با باغي. فهمتني معيشة تاع الزوالي. فهمتني تاع الزوالي لي حبا ديك تاريع خويا العزيز هايك وجاب يبان هذاك كنا هنا في برشلونه وراك ابا نقول راك هاد البلاصه كوق فيها ابا كون سما اخطر بلاصه اخطر بلاصه ما تدرش يا هذا الدرس يا اخو تدرش ما تدرش هادو كاع يبيعوا كراك يبيعوا منا يجروا على ولاد الناس يجوا عباد جديد يعطوهم الكراك يعطوهم الوسمو يسرقوا لهم الفيمات من رجليهم جاي الغربة تسرق جاي الغربة جاي تسرق جاي البلاد جاي الغربة جاي تسرق حوايج كاين ديور هنا قال لك تدخل ب 500 يورو تخرج والو يا خو يا خو يا خو خويا العزيز 15 يورو يا خو ربي يهديك ربي يهديك ماشي ما جرب المعصية خير شر وشر وخلاص خويا انا نقول لك الحاجة اسمعني خويا لح بطريقة هذه لح بطريقة هذه اوروبا مليحة اوروبا فيها الدينيرو فيها الدينيرو فيها عباد يصوفيوكم حياتك يصوفيوكم حياتك يصوفيوكم حياتك فهمتني كيف وكاين اللي يحب طريق خويا العزيز دروكا هاي قدامه يعيا ويا يموت يا يموت يا يموت على سؤال خاتمه لا والديه لا يشوف والديه لا انا بغيت منك شوف انا بغيت منك اي حاجه واحده انا مخو كاينين الدراري كيفكروا دابا راهم في الجزائر راهم في المغرب يفكروا يحرقوا حرقوا شنو كتنصحهم بصح يا اخو انا نصحو انا ما نصحوش ما يجيش انا نكذبش عليك خاطر انا شنو نقول لك انا الحمد لله الحمد لله خويا شت كي نوض برا كي نوض هكا في الزنقه كي نوض في الزنقه مسولاجي انتيك وايال يبغوا نشوف الكوار قدامنا كومونيستا قدامنا يا فهمني اقل يا تنتيقرا فهمت تستدير كوا تنتيقرا اقلم تبدا تعقلم بالعقل 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 تشد كوارتك تبطل البلاد تعاود تطلع تشدهم تعاود تطلع خويا اللي يحب الطريقه هادي اللي يحب الطريقه هادي خويا انا ماذا بيا ماذا بيا ولاد حومتي كاع يجوا وزوالا كاع يجوا من جميع اللي حقرتهم الدوله في البلاد كاع يجوا ومن جميع اللي قاتلينهم اللي قاتلينهم فهمتي انا بكري موتور 16 قنطره من في فرنسا هاكرنا هاكرنا حنا ساكنين هاكرنا يا خو اليوم ربي هجرونا كاع في الغربه كل واحد وين نتلاقى ولاد حوم كل واحد وين وش من بلاد دوكا نوريك كيف صنوب تاعي ما تامنش عقلك شريك ما تامنش عقلك حبيبي ما تامنش عقلك خويا هذا دابا هادو اللي كينعسوا في الزنقه ويستعملوا الدروكا ويسرقوا شنو بغيتك توصل لهم شي ميساج؟ تكيمك شاي العزيز الغالي نوصل لك واحد الميساج هو وجاي على هكا هو وجاي على هكذا شريكي هو وجاي على هكا هو وجاي على هكا هو وجاي على بجيكتيف هكا الا جيت باش دير كيطونه برا غير ريح غير ريح في البلاد ها
ريح العزاز اللي حاب يجي يجي باش يخدم ريح العزاز يخدم يخدم واللي حاب يمشي للدروغ يمشي للدروغ واحد 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 يا الحمد لله هذا اللي لا لا اسمعني خويا العزيز عجبني خويا العزيز كاين ربي الله عز وجل خلق الشرقان تلقى حرام تلقى حلال صبر في الحلال تديهم حلال صبر في الحرام شي غير دروغة تاكي ما كاش هنا غير دروغة اخي كاين الناس يعرفوا صلاحهم دراري لا انا طير خويا كاين تعرف خويا ساعه 70000 80000 كنت غير تسمع ساعه ديت الدواء 80000 70000 كنت غير قلت ساعه كديت 80000 الدواء 70000 كاع يدو كوكسكو قريب ساعه تقدر تقول وكاع بصحتهم وكلوا وكلوا على الفرح وكاع خاوتنا فاهم وكاع خاوتنا خاطر دو يهود ربي سهل عليهم فاهمني بس حكي انا حاجه يا انا في موضوع يجي الغربه ويسكي على انسون تعلي توفي والديه ويسكي يا تتكون خدام تبان لك يا اخو 120000 اورو انت في المغرب انت في المغرب يا اخو مقوده ما ديالوش ويودي هو وين عليك صباح ربي يعني دابا انا عليك صباح ربي خويا على حسب اللي فهمت انا شوف على حسب اللي فهمت انا على حسب اللي كتقول دابا مثلا يعني هذاك يهودي انا مسلم نروح ناخذ ليه ساعه لا لا هذه راه فكره لا 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 هما جنتهم في الارض سما مرزاقين عندهم دراهم حنا جنتنا في السماء بصح كيفاش داروا دراهم حنا كيفاش داروا دراهم جنتهم في الارض صاحبي ماشي بالمعقول ربي هاودي بالمعقول يما كي كتعجن الكسرة ويما اللي يعجنوا الكسرة ماشي هذيك هي بالمعقول صاحبي فهمتك ما تغلطش يا اخي دير صحافة فهمتك هذاك هو المعقول ماشي روحوا ساحر وشوافة سبتك لانا لانا بالديجيتال صاحبي لانا يضربوك بالديجيتال لانا يا مكلا مغربية لا وجدية لا جزيرية لا عمارية لا انا ضربك ديجيتال كوديوك هم ساغرام كودين هم ساكن بالكحله والكراك سيبوجي 20 يوم ومن بعد يولي يضرب الكراك ومن بعد يولي يديرهم كاع ومن بعد تشوفهم تشوف به ومن بعد يولي يفوح ومن بعد يولي الناس تي بي تي ومن بعد يولي يرقد في كوينه حتى تجي الدوله تده علاش تجي الغربه خويا علاش تجي الغربه ريح في البلاد وشرب الصاروخ والبيضة نقصوها لكم داروا لكم مليون شموا البيضة وريحوا عاقلين وريحوا عاقل ما تجيش الغربة خدجك الغربة خدجك الغربة الغربة أو كلش غالي ولد ما باش تفهم حبيبي الغالي كلش غالي لازم تكون إلى كل صبار إلى لحقت بعد تلميمتك أنت تسمى أباداي شوف باش نختموا هذا الميساج وكنشكرك بزاف على هذا الميساج أخي شو اسمك الله أخي انا هشام هشام خويا هشام خويا هشام كنشكرك بزاف على هذا الميساج اللي وصلتيه وباين عليك كتهضر من قلبك انا هضر لك من قلبي انت كيفاش كنشكرك بزاف على هذا الميساج اللي وصلتيه الله يسلمك خويا وحنا راه حنا تنديروا واحد الوثائقي يعني كنبينوا فيه هاد الطريق وهاد الطريق انت كنظن انك وصلتي الميساج كامل انا باش جيت كان واش عشت ما عندي ما نسالك المهم شو عشت خويا هاد الفيديو هذا واش راني عايشها شوف هاد الفيديو هذا انت ما عندكش مانع انك ينزل ما عندكش مانع ما عنديش مانع انا غير طلب خويا وسمني هشام بن عوالي وعيطوا لي شبيره على خوالي بس الله والسلام عليكم الله يحفظك خويا